أهلا بكم الأصدقاء جميعا. الحقيقة أنا بشكركم على اهتمامكم بالموقع وباهتمامكم بالاتصال بيا، وأشكركم على كل الرسائل اللي بالإيميل واللي على الفيسبوك، وبعتذر أني ما بقدرش أرد عليها جميعا. هي أنا عندي خبر مهم أقوله لكم، بس قبل كده طبعا هقول لكم، زملائي بيقولوا لي أنت إزاي هتتصور من غير كرافتة وبدلة مش هيعرفوك؟ قلت لهم لا، هيعرفوني لما يشوفوا كل الكتب اللي ورايا دي. يبقى دايما كده انا بتاع الكتب وبتاع العلم وبتاع المعرفه. فاهلا بكم يا ايها الاصدقاء، وما تتخموش من المنظر السبور ده، انا احيانا بلبس سبور برضو زي ما انتم شايفين. هيا انا كنت عايز اقول لكم خبر عظيم. من مكتبه اسكندريه حصلت على اكثر من 500 الف كتاب من فرنسا، وهنعمل احتفاليه كبيره بده. ولكن اهم من هذا كذلك ان الشهر الجاي في ابريل هيبقى عندنا مؤتمر علمي ضخم جدا، هيحضره 1200 واحد من مصر، وعدد كبير جدا من كبار العلماء اللي حايزين على جوائز نوبل وغيرهم من كبار الناس هيبقوا معانا ايضا. ارجو ان تبقى فرصتكم ان تيجوا تشوفوا ما بين الفن والعلم في مكتبة اسكندرية. واحنا بهذه المناسبة الحقيقة بنشكر الاصدقاء اللي بيعبروا عن اهتمامهم بمكتبة اسكندرية. الدكتورة نجلاء السناري، كتر خيرك ان انت عضوة في جمعية الاصدقاء وان انت مهتمة بالمكتبة، ودلوقتي في الهيئة الطاقة الذرية. طبعا ده موضوع مهم، اصبح مهم قوي بالنسبة لمصر كلها. والزميلة جيزلان جبريل، يا ستي احنا اللي شاكرين لك باهتماماتك كلها. والزميلة فاطمة اوزون من تركيا، thank you Fatma for your expression of interest and your friendship, and I'm delighted that we can be friends. I hope you will visit the Library of Alexandria one of these days. خلينا على اتصال، خلينا على اتصال دائم. ابعتوا لي الرسائل وحاول ارد عليها، حتى ان ما قدرتش عليها كلها على الاقل هبقى دائما على تواصل معكم. اهلا بكم جميعا وشكرا لكم.